عبود فؤاد، بداية أهلا وسهلا فيك عبر شاشتنا، شاشة قناة الغد. عرف الجمهور عن حالك وعرف عن بداياتك الفنية. أهلا وسهلا فيك وبحضرتك والكادر الفني. أنا عبود فؤاد ابن مدينة القامشلي، أحد مدن الشمال السوري، الشمال السوري العظيم اللي طلعت منه كل حضارات الشرق الأوسط. معروف الشمال السوري بجغرافيته، بتاريخه، بأشياءه الجميلة الخلاقة المبدعة. بداياتي كانت مثل أي بدايات حدا، على مقاعد الدراسة بدأنا، بعدين شوي لقدام تطورت الموهبة أكثر، درست في المعهد الموسيقي، طلعت لمدينة حلب، ضليت أكثر من 11 سنة بحلب، تلمست على أيدي أساتذة كبار، أخذت منهم الموسيقى وكملت الموهبة بالثقافة. مثلك اللي بيعرف أنه الموهبة لحالها ما بتكفي، لازم يكون في الموهبة إلى جانب الثقافة لتنمى أكثر وتكبر. مثل ما بتلاحظ في ظهور قوي لكثير من الفنانين على الساحة الفنية، ما الذي يجعل عبود فؤاد مميزاً؟ يعطيك العافية على هالسؤال. هلا بشكل عام الساحة بتاخذ كل الأصوات. الفنان أنا بعتبره مثل شاشة القماش تبعيت الرسام، بتكون هي بريئة وبيضة، هو اللي بمليها موهبة. إذا في إبداع حقيقي عمر الفنان بيطول، بدليل القامات الكبيرة اللي مرقت على الشمال السوري. مغنين كتير كانوا قمة في الحرمان وكانوا قمة في الإبداع، جمعوا النقيضين. محمد شيخو مثلا مرقت عليه أيام كتير كانت صعبة، بس ظل محمد شيخو قامة وظل شمعة متوقدة في ذهن وفي ذاكرة الناس بشكل عام. هلا صح الموجودين بالساحة أكثر، ولكن أنا بشكل شخصي تجربتي أقولها أنه أنا ندرت نفسي لموضوع التراث، موضوع الفلكلور. تعرفي حضرتك الفلكلور هو ذاكرة الشعوب، هو ذاكرة الأرض وهو الأرض وإنسان هذه الأرض. رسالتك اللي انت حابب توصلها عبر شاشتنا، شاشة قناة الغد؟ هلا انا اتمنى لموضوع التراث ان كان في الشمال السوري بشكل عام، اللي انا اعده انه متحف طبيعي. التراث الشمال السوري هو متحف طبيعي، ما بده جرافات تبحث عنه، يعني ابن البيئه بيعرف انه الفلكلور الكردي والسرياني والاشوري والمارديني هو عباره عن لوحه فسيفساء جميله. انا بشبهه دائما بيشبه لتوب البروكار. انا بتمنى انه يطل في مكانه الحقيقي اللي يستاهله. أتمنى أشوف أغنيتنا الجامعة، أشوفها مكرمة في المهرجانات، أشوفها في المنصات اللي تستاهلها، ما بس أسمعها في الحفلات الخاصة. أريد تدور عالميا، لأنه الشعوب اللي تبحث عن تراثها وأصلها شعوب حية وباقية. صدقيني كل شيء بيروح مع الريح بيبقى الإرث والتراث، هو هويتنا وجذورنا. شكرا كثير لك. شكرا لحضرتك ولكادر العمل، شرفت القامشلي.